بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. الراجل المصري نكدي، لا ده المراه المصريه نكديه، لا ده قصص وحكايات على الفيسبوك بنلقح على بعض طول النهار. طاقه مهدره، طاقه سلبيه، طب ما تيجي نحولها لطاقه ايجابيه ونزرع مع بعض بتنجان بدل ما احنا بنتخانق. تمام، يلا نزرع بتنجان. البتنجان اللي قدامكم ده هو صنف محترم جدا، الصنف ده هو هجين F1. تمام، زي ما انت شايف كده، هو ما بنقولش حاجه من عندنا، بتنجانيه زي الفل ولا اجدعها خضري عنده البتنجان ده. تمام، اهوت البتنجان زي الفل اهو، ممتاز جدا. الصغير هناك اهي صغيره، الازهار كلها مترشقه من فوق لتحت اهي، ازهار اهي ازهار اهي، يعني لو عند اي واحد 2 قصص من ده همت هياخد منهم كل اسبوع 2 كيلو بتنجان مرتاح. تمام، ده البتنجان بدل ما بنتخانق مع بعض طول النهار في عنصر حديد والدنيا كويسة. طب بيتزرع ازاي؟ اسهل زراعة في الدنيا بحالها هي زراعة البتنجان. شايف يعني الأسس ده هو البتنجان هزرعينه على الآخر بتاع الأسس هوت، ممكن نجيب واحد كمان نزرعه في المكان ده هو. بنزرعه ازاي؟ القصة بتبدأ من هوت، هذا هو القصيص الاولاني اهو، لسه ما اتزرعش خالص، خمرناه وسايبينه. عملنا فيه ايه؟ ابتدينا نملاه بالتربه بتاعتنا اللي قلنا عليها مليون مره قبل كده، التلت ماده عضويه والتلتين رمله، وبنحط الماسوره وبنحط فيها شويه الزلط او السن بتاع الخرسانه ده هو، بحيث ان هو يعمل لي عمليه تهويه للجذور ويصرف الميه الزايده. جهزناها وتمام التمام، بنبدا نزرع فيها زي ما انتم شايفين دي. الزرعه دي زرعت اسبوع، تمام، دي اسبوع، ما تستغربش هي اسبوع فعلا يعني. تمام، ما شاء الله حاجه، الورقه سايحه جدا اهي، تمام التمام، ما فيهاش اي مشكل خالص دي. تمام، طيب بعد كده البتنجانة دي اتطورت لحد ما وصلت لشجرة البتنجان ده هي. تمام، لحد كده والدنيا كويسة. نستغل الطاقة المهدرة زي ما قلت في حاجة تنفع، وما أجمل حاجة في الحياة هي الزراعة بأمانة الله، أجمل حاجة في الحياة هي الزراعة. تمام، لما تدخل الزراعة تلاقي حاجة يعني ترتاح نفسيا، والنباتات قدامك، لما بتروح مستشفى بتتخنق من البشر، لما بتروح مؤسسة بتتخنق من البشر، بس لو وقفت قدام الزرع طبعا كل البشرية السوية طبعا بترتاح نفسيا للنظر للزرع ده. بنراعي الايه في البتنجان ده هو؟ ولا اي حاجة خالص، اسهل حاجة في الدنيا، اهم شيء تجيب بذرة كويسة في كيم، في بطرة، في اصناف كويسه، هتجيبها من باب الخال او تجيبها من اي شركه او اي مشتل مضمون، وهتبدا زي ما قلنا البدايه من القصيص ده هو، هنبدا نرويه وبعد كده نزرع فيه الزرعه بتاعتنا، وكل يوم بنرويها. بترويها زي ما يكون، طالما انت حاطط الزلط او انت عملت نظام التهويه اللي احنا قلنا عليه بالماسوره، مفيش اي مشكل خالص، تروي باي كميه ميه، الباقي هيتصرف وهترميه بره وخلاص. التلاته هتحطهم في البلكونه وهتبدا تزرع فيهم. تمام، طيب من الاول للاخر كل يوم ويوم هتمنك جايب رايح على ده السماد الان بي كي وده العناصر الصغرى، بتجيب حوالي جرام عناصر صغرى مقابل 10 جرام NPK، وبتقلبهم على بعض كده هو. تمام، وبتمسك تخلطهم مع بعض كده هو. تمام، بنخلطهم مع بعض كده هو، فيها حاجة القصة دي، بنخلطهم على بعض زي ما احنا شايفين كده هو. بعد ما خلطناهم على بعض كويس، سيبك بقى من العيال اللي بتقعد تقول لك لا ده انا بمعلقه شاي وتجيب وتدوب في ازازه وتجيب، دول اللي عامله لما عايزه تعمل فيديوهات علشان تربح منها، وهم شويه يعني ناس بصراحه غير سويه، انا بسمعهم بصراحه يعني ناس غريبه الشكل شويه. طيب عملت كده تعمل ايه ولا تعمل ايه يا ست الكل؟ ولا اي حاجه خالص. في واحده ست ما بتعرفش تحط الملح على الخضار او الطبيخ؟ في مفيش اهو، بتاخد شويه في ايدك زي الملح اهو، اهو شويه اهو بين صوابعك كده يوم والتاني، وبتروح اهو 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 اهو، وبنروي تعال على دي اهو، شويه ماء شويه بين صوابعك كده زي ما بتاخد الملح من الطبيخ، مفيش اي مشكل خالص، لا بتقيس ولا جيب سرنجه ولا جيب، مفيش حاجه في الزراعه اسمها سرنجه واسمها الخرافات والخزعبلات اللي بيقولوا عليها. واهو نصرناهم بعيد عن الجذور اهي، تمام تمام، هجيب المية واروي مباشرة، خلاص خلصت القصة.
طيب دي كده تمام التسميد قلنا واحد عناصر صغرى لعشرة NBK تمام، وحطناهم مع كل اليوم والتاني بنعمل القصة ده اهو بنجيب اهو 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 خلصت القصة ده اللي احنا بنعمله والله ما غير كده. طيب مكافحة الامراض ولا ترش اي حاجة خالص، امال نعمل ايه؟ الورق دهوت وهي صغيرة كده هوت، حط المية عليها، اغسل ارمي المية فوق من فوق.